Bonjour, monsieur. وعليكم بونجور. لبسة جاتكم شابة، هذه جديدة. مسيو جمال؟ أنا عمار. Veuillez signer ici, s'il vous plaît. سيني. Allez, سيني. Oui, j'ai un colis pour vous. مش هتقدر تهضر بالعربية. نفهم، نورمال. صحيت. Merci. Tenez, c'est pour vous. Mais vous ne devez pas l'ouvrir avant la nuit tombée. Voilà, où je fais ça? C'est les consignes, monsieur Djemé. Vous devez l'ouvrir que la nuit tombée. Merci, au revoir. Sahab, salama. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Allah, ma la belle, gars. هذا لو كان يفقوا له في الخدمة يحاوزوه. خير حالة يا أخي، بسم الله. جماعي. وي. علاه راسك خشين؟ يا أخي قال لك ما تحلوش حتى تحلي. تسمع على حساب الشوفار يعني فقت لك. هذا شتركتو تي ودراري باش ديروا لي هدية لعيد ميلادي. كاين ولا ما كاش؟ أيوا بلا ما نطول عليا قولي لي واش فيه. هاي. كي تحلي تعرف. كسرها كسرها قادة. هذا يجي لي دوكا هذا ولا واش هذيك النص بالنص واش قادة؟ نعم واش حقي مخلوقة؟ ما عندكمش بير هنا. ما عندناش بير. ما عندناش اختي. لازم تخبيني في ساعة. انت مرا ولا راجل؟ نقول لك لازم تخبيني في ساعة وما عنديش الوقت باش نفهمك. راهم يحوسوا عليا. شكون هذو يحوسوا عليك؟ انا نقول لك ما نقدرش نفهمك. بصح على بالك ما عندناش بير هنا خويا. عندنا ماشينة لافي. تخبيني؟ منا 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 تفضل تعالي. اسمح لي قلقتك كثير وما ننساش نشكرك على الواجب اللي راك قايم به معايا. بلا مزيه. ماذا بيك دوك تعطيني الامانه؟ واش من الامانه؟ البوطه اللي عطاها لك الفاكتور. اه اسمح لي يا اخي. والله يا سيدي استعماره. استعمار يخرج بالكفاح والنضال. ودرك اعطيني الامانه في الساعه ما عنديش الوقت. شوف يا سي محمد. البطه هذيك اللي راك تحوس عليها العائله تاعي داروها لي في عيد ميلادي مفاجاه. فهمت؟ هديه هديه. فهمت؟ عيدك سي العربي. وراك دايرو هذه رسخي؟ سي العربي. اه اسمه العربي. قول لي خويا العربي يرحم والديك. تسمى بيفي دخلت للدار وديت لي كادو وليت تعرف رزقي يعني بيفي. نشكرك علي. علي. النظام راهو عاطي أهمية كبيرة لهذ البواطة. والحمد لله راهي في أمان. وهذا بفضل المخلصين مثلك. رحب بها. ولك رايح ولك رايح. واسمك علي؟ على تكذب على الراجل، على تكذب على علي. قول له وسمي رزقي ديريكت وخلاص. ودوك فهمني يرحم بك كيفاش عرفت هذا العربي هذا؟ ما نقدرش. سرية المهمة مطلوبة. ومن فضلك وسمني علي. تبا مشينا لولدك. بتعبس لي مخي انا. ادي كادو كوزينة وليدي. فهمت والو انا واش صاري في هذا الدار هذه؟ ما فهمت والو واش صاري في هذا الدار. واش راك داير؟ ايه نبحث لي حبيت نشوف فيلم باش نعرف روحي وراني. Fusillade des 14 gendarmes, les dernières milices insurgées capitulaires défilant en. Charles Postrel. Voilà. بدأت حصة صوت الجزائر تحت عنوان صوت الجزائر العربية الشقيقة. وهذه الحصة كانت في نطاق الكفاح والنضال. شبي نقص شبي حب بس نقص با نيكو دالجي نيكو دالجي نيكو دالجي وشو نيكو دالجي حكم زوج من خاوة
الفلوراس. C'est le coup d'âge italien. Nettoyage des ORS va commencer dans quelques jours. اختي خدوجه ماذا بك ديري لنا شويه كسر الخوا؟ لا راه عنده الحق تقول طلع على قلبي حتى راني جاعان. داوجه سي بوعلام راه يتعجن فيها، معليش نجيب لكم شويه قهوه كحله. ماذا بك؟ سي بوعلام خداوج افهم علي يا ولد اروح. واسمك انت؟ عمر. لا حول ولا قوة إلا بالله. عمر. تعرف مين الطباخ؟ ما نعرفوش. ما عنده وليد اسمه أحمد؟ إيه نعرفه، علاش؟ نعطيك هاد الكواط، أديهم له في يده، راك تسمع؟ بالك تمدهم لكاش واحد، راك تسمع فيها؟ ما تخافش. ورد بالك يطيحوا في يد البوليسية. ما تخافش. لا خاطرش هادو مات تاعك خاوة. تاع الخاوة؟ عاود واش قلت لك؟ قلت لك دي هاد الكواط مورد الطباخ. وبالك يحكموا البوليسية. صح هاك شد. هيا روح. سامي وراك رايح. رد بالك ها. وراك رايح سامي. تبغي تفهمني واش صار في هذه الدار هذه. شو سيكسيون راهي في دارنا هنا. سيكسيون. تفهمني الطفل وين بعثه؟ وين بعث لي الطفل يرحم باباك العربي؟ ما نقدرش نقول. ها وي. دير ها يحل الباب سي العربي قول قبل شكون شكون عندكم الخبز اليابس هذا واحد طلاب يحوس على خبز اليابس سي العربي راك تقلق في روحك وشو صاري وشو صاري يا ربي نجيب له خبز يابس ونجي سي العربي الله يسلمك المكان راه مأمن كيما يلزم الحال سي الطيب هاني جبت لك خبز اليابس وراهم الخاوة هيا الخاوة هيا دخلوا في الساحة هيا تفضلوا تفضلوا هذو تسمى واقيلا جاو كاع يديو خبز اليابس سي العربي يرحم باباك فهمني شكون هذو الخاوة توعد فيهم راه مجروح 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 انا واش حبيتوني ندير له عندي سبيطار في الدار بزاف وشنو هذا؟ بنتك في الرجاء يا اخي طبيبه وزيد بزياده راهي معنا في الكفاح ها وي قلبت انا كاع الاسماء تاع العائله ما عنديش في الرجاء في الدار انا بنتي واسمها ساره كفاح واش من الكفاح راكم تهضروا عليه حبيت تهبلونا ولا واش؟ الكفاح من اجل الحريه الخبز يابس هي كلمه السر كفاح شاف شو صار في دارنا مريم أني جبت لك كلمة السر ديري الناس فيري الكرام عندكم اجتماع في رصاص سي العربي السيد هذا عندك ثقة فيه لو كان ما عنديش ثقة فيه ما نجيبكمش هنا بون إذا راني مجينيكم تحبوا نخرج نروح نروح لا لا سي جمعي يا الخوة سي جمعي وطني وليد هذا الشعب والشعب عمره ما خان الثورة ولا خان البلاد لكل الناس وطن يعيشون فيه إلا نحن فلنا وطن يعيش فينا أنا بالنسبة لي هذا تحكم تمسخر صح مش كنت هاضروا اسمح لنا لكن الحذر مطلوب نظن نقدروا نديروا فيه ثقة يلا يا الخوة باسمة الجبهة الجلسة راهي مفتوحة يا الخوة العملية تاع اليوم راهي مهمة بزاف ولهذا نطلب منكم باش تحلوا بالروح المسؤوليه والانضباط وما تنساوش فرنسا ما راهيش سهله ولو كان طيحوا في يدها راهي ما ترحمناش كامل كيما رانا اه وي تسمى راني معاكم انا راك معنا يا سي جمعي ولهذا لازم نبدلوا لك اسم ونعطوك اسم ثوري نقول لك صح انا ما نبدل اسمي ما والو الجمعين وهذا الجمعي ما تخافش مانيش خايف ولا ما تبدلش برشا من تاريخ اليوم يسموك جمعية تيانتي وش دلال تيانتي؟ سي طيب انت البوليسي تاع لا بريفكتور وانت صالح الكوميسار صالو سنة حتى يخرج من الدار وش حد يديروا العربية؟ وانت سعيد قاعد البياع الجبهة حكمت عليه بالموت
واخا هذا قضا جاري على قضا يخدم مع فرنسا. انا ضغطت انا شي سي جمعي هادي ما تنساهاش كل يوم معك. اسمع ورد بالك كابوس كل يوم معك هادي. واو ليك هاي الشيء اللي تفرح هذه مليح الأمانة صحيت تسمى رحت 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 وعاود رجعت لي غير الكادو تاع لانيفرسير تاعي. هذه صح حاجة تفرح بالعقل غير بعقلك غير بعقلك. ايه بيان سور بالعقل خفت ما نسوي لكش حاجة تكسر ولا وبالعقل. حطيت معهم دراهم تاع ثانية. صحة رزقي وليدي هذا هو السبع تاعي في الدار. فهمت بولي روتينك كله في ساعة هذه في نص ساعة عندك دقة هذه وش عم بالك تاعي. يا سي جمعي الله الله هذه اسمها بومبا ماشي بولي روت. بواش أبو مبا راهي مبرمجة على ساعة ونص باش ترتق والعملية الصعبة خليناها لك ليك ديانا. نعم الله أكبر يا القيادة العليا هي اللي اختارتك قيادة باش تقوم بهذه العملية. أنا يا من على ساعة ترفدها وتديها تحطها في ميل كبار. أوي أنا ندي هذه سي العربي على بالك واحد يرفد رطل ما تعطيلوش كيلو تقدر تطيح له السره تاع مخونا. القضيه كيما هذه ما نقدرلاش نقول لك صح عمي العربي. ها لقيتوني غير انا اللي قدرت نحط لكم انا هذا المندبه هذه. نقول لك صح يا سي العربي انا قضيه كيما هذه ما نقدرلاش رزقي. وليدي انت ارسطو تاعتك فلسفه انت روح ارميها في الميل كبار. بكون فاهمك المهمه هذه هي اللي حتخلق التاريخ من باب الوزع. لا 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 وليدي التاريخ ما عنده ما يدير بيه يا وليدي. التاريخ ديجا هو راه معمر انا ما عنديش بلاصه واش راح ندخل ندير انا التاريخ واش راح نجيب جديد انا يا وليدي. انت اللي جاي للدنيا صغير التاريخ خليه لك ليك. روح وليدي الله يعاونك روح ربي معاك روح. يا سي جمعي نعم لازم تعيش وقتك وما تنساش رانا في قلب طور التحرير. تحيا الجزائر. مبروك مبروك عباك كون يسمعونا هذوك عباك يجوا يدونا كامل كيما رانا كاع مجموعين. وانا ثاني نحب الجزائر انا بصح نورمال. انا نقولها اون كاستري تحيا الجزائر سكيمي فهمت قاعد تبرق. سالي تنسى حقك عندي مهمه لازم نعطيها لك. دي خداوج وبعلام طلعهم لفوق. شوف محجوبه بالك هي اللي ضاعت الخبر. محجوبه جمعيتي انت ما شتاش ما شتوش ما تيش لهنا سي العربي. صح بنتي أيوة هو ده بابا بابا مراحو مراحو. سلكتيني من واش سلكتك؟ من الخاوة بنتي على بك واش قالوا لي؟ قالوا لي لازم لك تحط بومبا في القهوة تاع عزوز جارنا. لا لا في الميل كبار. شكون قال لك؟ أنا معاهم بابا الثورة ماشي غير الكبار إحنا ثاني لازم نشاركوا باش نخرجوا فرنسا. على بها سمعت كسي العربي عيط لك محجوبة تسمى بنتي ولات مجاهدة. أنت معنا لك بابا أمر راني أنا راني معلي تاكسيور بنتي أنا كنت لي كلونديست. بابا على بالك الخوة وش يديروا الحركة؟ على باليش وش يديروا لهم وش يديروا لهم وسام؟ محجوبة محجوبة ايه وش يديروا لهم محجوبة؟ يحكموا عليهم بالموت. تسمى الخوايلة قالوها يديروها بنتي. بابا الجزائر راهي تقول لك سلكني لازم عليك تسلكها. تسلك ان شاء الله بنتي تسلك تسلك. بالعقل اسمح لي ريحت شويه وليدو مليح. بابا هذا اسمه سي يوسف مجاهد كبير دخلت له مسكين رصاصه في كتفه سالو بزاف الدم.
صحيح تسال مني الدم كثير. دوك تريح ان شاء الله يوسف. اسكت برك يا بابا مزيح بسلو لي موراجي. وبصح كيفاش باش تي موراجيت سي يوسف؟ كنا رايحين نديرو عملية في البيار، دارو لنا امبوسكاد وحكمو لها في لافونتين فراش. الخبي تعقد بيعنا، الحمد لله عندنا نهربو لهم. تحية الجزائر. قادة بياع، أنا ماني فاهمة والو. أنا قالوا لي الخاوة، برك ما حبيتش نقول لك بنتي باش ما نشوكيكش. قادة بياع، وأنا ديما نركبو في الطاكسي باطل، تسمى كنت مركب الحركة أنايا. أنا الأخبار، سارة. بابا وسمني فروجة ماشي سارة ما تنساش. فروجة؟ إيه. ربي يفرج علينا إن شاء الله بنتي. إن شاء الله. شوفي فروجة. عمري ما ندوموندك داك واش راح ندوموندك بنتي. أني حاب ديري لي كونجي مالادي. كونجي مالادي واش دير بيه؟ والو نسحقو بنتي، باش نعطيه للسي العربي. باش نشوفو واحد آخر، أنا ما نقدرش عندي السكر بنتي، ما نقدرش. عندك الحق يا بابا العزيز، أني فرحانة بك جو سوي فيغ دو توا على خاطرش راك تشارك في الثورة. ثورة؟ ثورة. تحية الجزائر. ما تنساش مازالت نص ساعة في يدك خويا العربي. وراك رايح خويا؟ وراك رايح؟ وراك رايح يا خويا؟ تخلي لي هذه المصيبة أنا عندي. شوف خويا العربي تاخذ رايي، لو كان انت تشدها في يدك، فهمت كيفاش؟ وانا نديك في الطاكسي تاعي خويا، انا راح نسوق بك، نوصلك حتى للميكبار حطها ونعسك من البيت. مش هكا خير خويا العربي؟ بصح الخوارة متكلين عليك انت باش دير هذه المهمة. اه وي، انا كوشمار هذا. نص ساعة. سي جمعتي انت. سي العربي. الكوشمار يزول كي تخرج فرنسا من بلادنا. ربي يكون معك. تحية الجزائر. تحية الجزائر. هذه النوم ولا واش؟ هاي تخلطت لي كامل في راسي. السي العربي هذه بومبا. الاستعمار. أنا اللي عملي فرنسا خرجت في 62. مشي رانا في 2009. ولا بالك أنا أفونسيت ومش عارف فين تخلطت كامل. سي يوسف شفتو بالدم كي كانت تدوخ فيها سارة في الروجة. تسمى الأسرة تاعي كاملة في الكفاح. أنا راه عندي هذه أسرة ثورية. الله أكبر. بابا لابوليس. شنو لابوليس؟ خرسان ما تخافش ولا تجيب الخبز. هكاو 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 بونجور مسيو. Tu le vois notre homme? ايه دني صباحك بيت باصيني وين تعرفني انا؟ شكون انت ديجا؟ شكون انت؟ او نون دو لا لوا جو فوز اغيت. تو ماغيت؟ مون بير فوز اغيت في ماشي لو اي اطلقها اطلقها فروجة فروجة بنتي فروجة فوطة يا مسيو علاش حرام عليكم حرام خليها بو علاه حق هرين Toi, tu connais cet homme? Rajli. Mon mari. Ton mari est un chef de groupe qui nous a attaqué hier. Et il a tué 71 de mes hommes. J'ai pas besoin de le cacher. Chez nous, quand un homme se met sur le banc de la société, traduit. Gal comme smartou wesh gal. Kan yitkellem yak. Fhamtou? Ben quoi, t'as qu'à dire qu'un bandit va mourir?
قالكم جمعيتي انتي باندي لازم له يموت. يا ابني العزيز يا ابني يا ابني يا ابني. Quand un homme se met sur le banc de la société s'en défend. Traduit. سمعتوا؟ فهمتوا؟ شكل سيد القبطان ها؟ جامي شتان هذه حركي معاش هذا فرنسي جامي صرات هذه. Quand un homme doit mourir, on lui demande quel est son dernier désir. قالكم واحد كيجي يموت يطلب واش يحب. Libérez-le. Ramasse. Mais je vais me dire le papa Hagda. Hagarin. Je t'ai donné un ordre. Ramasse. Si tu le ramasses pas, je le tuerai devant toi avant de te tuer. Yabri, l'Aziz, Yabri, Yabri. Yabri, Yabri. Mais t'as fait ce jamais, mais tu vois, gaffe. واش دوك حسبتوني سيد عليك وراثه انايا ولا كيفاه؟ ديجا ما كانش مام با كي تنموت واقف، هاك تشوفها فيا، راني قاعد. موت واقف. موت واقف ونقعد. واحد فيكم يتحرك تهردت عليه. قاده ترجم. يا ابن عمي كيفاش عرفتني؟ كيفاش عرفتك؟ نسيت واش درت فيا في الاستقلال. قول هيا ترجم ومن بعد نتلا هذيك. نبوش با. Il dit de laisser tranquille sinon il va tuer le capitaine. سي العربي ادي سلاح وروح. هيا الجماعة. يلا خويا يلا. نبوش با سيدي. عربي هيا خويا يلا يلا يلا. البومبة على بالك. وانت سي جمعي. معليش ما تنساش برك سلم لي على الجبهة. ماشي وقت البوسي العربي روح ربي معاك يلا هاي العيلة نوضوا هاي كاينة بومبا خمس دقايق وتطردك الجمعي ما تخافش كنت متشهيد انا نهضر عليك نبقى في الحياة وقول الجمعي راجل بنت اختي بطل ايه بطل ونزال فيك نزال ايه تحية الجزائر حبيت تدير بيا الكوميرس خالتك حبيت تدير بيا الكوميرس والله ما نسمح لها والله ما نسمح لها هيا مريم يلا جمعي حبيت نموت معاك وليتي جلطي هيا دي دراري وروحي مريم وشكون اللي ربيهم الدراري قاده ولا كحبه قاع يخرجوا بيا عين يلا بنتي يلا بابا الانسولين درتها ولا لا لا واش ندير بالانسولين بنتي واش ندير بالانسولين يا كاني رايح ها عندي بومباي روحي بنتي اجري 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 بقات ثلاث دقائق وتطرطق حبيتوا تموتوا معانا هنايا ولا كيفاه يلا بابا انت اش معانا وين نجيب بنتي فرنسا خلاتني نقعد مع ولادي في لامان معليش بنتي انت المهم قراي مليح بنتي قراي مليح برك نبوش باستيدي انا نريح معاك لا تريح معايا تاع كيما البتي عمر مع علي لابوانت سامي يدي عياتك شو الرغبه اللي راني شدها مالا غير روح عفني في سبيل الله يرحم والديك انا راني فخور بك صح حارس صح انت ندير عليك كتاب مالا ما تنساش في الكتاب اهدر على لي طاكسيور باش نحاربوا لي كلونديستا فهمت وليدي ما تنساش روح ربي معك قادة أجمد البومبا دوك تطردك تطلعوا كاع مرسوات مرسوات ماشي بومبا جي با اوفي دو موغيغ ماشي بومبا هذه الشيكولا تاع لانيفرسير تاعي واحد الخبيث كاش كي دي يل دي تحيا الجزائر طب طب ها تخافوا من الموت ها كي تخافوا من الموت علاش استعمرتونا قول حنا كي نموتوا معليش جمعي منك بصح البومبا راح تطردك راح نموتوا يا محاينك خلاص ما جيت تستنى توصلني بالطاكسي توصلك بالطاكسي تا وقت الثوره وما طلقتنيش دوك ندي كورسا للفوق يا قادة دوك ندي كورسا الفوق يا روحت الخبيث من جبالنا طلع صوت الأحرار ينادينا للاستقلال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله سنة حلوة يا جمعي عجبتك؟ عمرك ما درت انيفرسير كيما هذا؟ بصح أنا حاب نعرف حاجة أنا حاب نعرف شكون هذا المهبول اللي جاتو هذه الفكرة عرفتها وليدي شميتها بليدها وبابا واش تقول في الكادو اللي درناه لك؟ آه
لي فيلم تاع الجزائر يا بنتي سيرتو لي فيلم دوغر نحبهم بالبزاف. شوف بابا جبنا لك الكوفري كومبلي فيه لا باتاي دالجي فيه العصا والعفيون اولاد نوفمبر وفيه بزاف لي فيلم تاع كامل تحبهم. يعطيك الصحه بنتي. ميرسي. واش نقول لكم والله غير جبتوها فور سيرتو العسكر هذا الله يبارك قاوري انا هفني صح. والاخر هذو شكون بابا؟ هادو ممثلين كبار حنا جبناهم لك سبيسيال لانيفرسار ديالك باش يفرحوا معك، حميد عميروش وعز الدين بورغده. مرحبا بكم، تشرفين. قولي صح جمعي. نعم. عجبك الحال كي لقيتني حركي؟ لا تحب الصراحه؟ روح خرجت عليك فور. الباب جمعي. اه الباب اه. يا اخي ابو علام يا اخي. جمعي. نعم. ما تنساش تسقسي قبل شكون. ما عليك. شكون؟ كاين خبز يابس. لا لا ما عندناش. أنا دايرين تشختوخة. خبز وما عندكمش. يا أخي فقر يا أخي.